استعد معانا يلا واملا قلبك بالامان. كوكب الارض في زماننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني. انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. كوكب تاني هنعيش ونستمتع ونقضي أحلى لحظات العمر في كوكب تاني. كل يوم نركب سفينة الفضاء مع بعض، أحب في أحضان بعض ونطلع مع بعض إن شاء الله ونقضي أجمل لحظات العمر في كوكب تاني. نشوف أخلاق الصالحين والأنبياء، أخلاق الصادقين، أخلاق الأوفياء، لعل وعسى ربنا يكرمنا ونتأسى بهؤلاء. وفعلا من جاور السعيد يسعد، نتأسى ونقلد هؤلاء في أخلاقهم الجميلة ديت ونعيش أحلى حياة بفضل الله سبحانه وتعالى. يلا نركب السفينة، مفيش وقت، تعالوا نطلع على كوكب تاني. أدينا ما شاء الله مرة تانية طالعين في الفضاء وبنسمع تسبيح الكائنات، زي ما سيدنا يونس عليه السلام لما نزل في أو وقع في بطن الحوت ونزل الحوت في قعر البحر، سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الكائنات، فقد قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بدأنا نسمع تسبيح الكائنات، بدأنا نردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل ما عن يميني وما عن يساري من شجر أو حجر أو مضر، حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. زي ما الكون تفاعل معنا، إحنا كمان هنتفاعل مع الكون. طول ما الكون بيسبح إحنا بنسبح بفضل الله سبحانه وتعالى. بدأنا نقرب من كوكب جميل أو بيلمع ومنور ما شاء الله. بدأنا نقرب، يا ترى كوكب إيه دوت؟ تعالوا نقرب ونشوف. الله، طلع كوكب المراقبة. نعمة جميلة قوي قوي ان الانسان يكون عنده خشية من ربنا، ان الانسان يكون عنده خوف من ربنا وحب ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نخش وننزل من السفينة على الكوكب دوت ونقرب اكتر ونشوف بقى ونتعرف على سكان الكوكب دوت. نزلنا من السفينة وبدأنا نتحرك واحدة واحدة. كوكب فعلا شكله مبهر، حاجة رائعة جدا ما شاء الله. اول قصر، وكان من اجمل القصور التي رأيناها، كان قصر سيدنا يوسف عليه السلام. الله، مثل عظيم جدا جدا في مراقبة الله سبحانه وتعالى وفي خشية الله. مثل عظيم جدا يضرب به المثل في الخشية والمراقبة والإحسان. سيدنا يوسف لما تعرضت له امرأة العزيز وأرادت منه أن يفعل معها الفاحشة، الكلمة في غاية الروعة اللي في الدنيا دي كلها، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الله، السجن أحب إليه من فعل الفاحشة. خد بالك، أفعل التفضيل ليس على بابي، مش معنى كده أن الفاحشة محببة والسجن أحب، لا. العلماء قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي. زي ما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عمر بن الخطاب، كان عنده نساء بيتعلموا منه، ومر عمر بن الخطاب وفجأة النساء سمعت صوت عمر فراحوا اتدرن الحجاب، يعني استخبوا وراء الستارة. فلما دخل عمر فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك، فقال عمر بن الخطاب: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: من هؤلاء النسوة كنا تحدثنا معي يعني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك يا عمر اختبأنا. فقال عمر بن الخطاب: أي عدوات أنفسهن؟ أتهبنني؟ يعني بتخافوا مني ولا تهبن رسول الله؟ فقالت امرأة منهن: أجل، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. ليس معنى ذلك أن النبي عليه السلام فظ وغليظ وعمر أفظ، لا. قال العلماء: أفعل التفضيل هنا ليس على بابي. فكان أجمل قصر أو من أجمل القصور اللي احنا شفناها وإحنا داخلين الكوكب ده، قصر يوسف عليه السلام اللي ضرب المثل الأعلى في البعد عن الفواحش وفي الإحسان والمراقبة وفي يعني هذا الخلق العظيم، عشان يكون ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. كم من دونه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الله أكبر. كان سيدنا يوسف كان في مقدمة القائمة الجميلة ديت اللي خافوا ربنا وبعدوا عن أي فعل يعني يبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف قصر مين تاني اللي قريب جدا جدا من قصر يوسف عليه السلام. كان قصر صحابي جليل جدا اسمه
عبد الله ابن حذافة السهمي. هو ايه قصة عبد الله ابن حذافة؟ عبد الله ابن حذافة يا جماعة في يوم من الايام كان يعني عمر بن الخطاب كان ارسل سرية على مشارف بلاد الروم. هناك اسر هؤلاء جميعا ووصلوا الى قصر ملك الروم. ملك الروم قال لهم راقبوا احوال هؤلاء، فما وجدتم فيه رجل، يعني لو وجدتم فيه واحد افضل واحد فيهم في العباده هاتولي. فراقبوا الصحابه فلا افضل واحد فيهم مين؟ عبد الله بن حذافه. راحوا جايبينه، قال له هو ده احسن واحد فيهم. فلما شافه ملك الروم قال له اني اريد ان اعرض عليك امرا، عايز اعرض عليك حاجه، انت بقى شفت فتوى ولا لا؟ قال ما هو؟ قال ان تتنصر واشاطرك ملكي. ايه رايك؟ هديك نص ملكي. وملك الروم كان بيحكم نص الكره الارضيه، فقال له هديك نص ملكي بس بشرط ان انت تتنصر. فقال عبد الله بن حذافه هيهات هيهات، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عين. فالراجل قال طب اغري اكتر، قال له اشاطرك ملكي وازوجك ابنتي، يعني اديك الملك كله. فقال له نفس الكلام، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك واجدادك على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلت. قال طيب نحاول بقى ان احنا ايه نجرب معاه الاختبارات التانية. عمل ايه؟ جابوه وعملوا له صليب كده من الخشب وصلبوه عليه حطوه عليه، وبدا يجيب واحد رامي شديد المهاره في رمي السهام، قال له ارمي السهام حوالين راسه ورقبته وايديه ورجليه لكن اوعى تصيبه. بدا يرمي عليه السهام والملك الروم يقول له ها تتنصر؟ يقول لا لا. فامر ان ينزلوه فانزلوه واحضروا قدرا فيه زيت مغلي، وجابوا اتنين من الصحابه ورموهم في القدر وانفصلت اللحوم عن العظام في لحظه واحده. وعبد الله بن حذافه شايف المشهد، وملك الروم امر ان عبد الله بن حذافه يلقى في هذا القدر، فلما خدوه عشان يرموه في القدر بكى. فقالوا لملك الروم، قالوا له ده بيبكي، قال لهم طب ردوه عليا يمكن اكيد رجع في كلامه. فجم يردوه فقال اتتنصر؟ قال لا. قال اذا فما الذي حملك على البكاء؟ ايه اللي خليك تبكي؟ قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. ملك الروم احتار فيه يعمل ايه فيه؟ فقال لهم تعالوا بقى الوزراء والحاشيه نعمل ايه فيه؟ قالوا له الشهوه طريق مجرب، وده شاب عنده حاجه و30 سنه وطارق زوجته بقى لها 4 شهور، اذا فلو عرضته للشهوه هيقع فريسه الشهوه. جابوا له ملكه جمال الروم وبامر ملكي من ملك الروم ان هي تخش وتمكنه من ان يزني بها. تجردت المراه من ملابسها ودخلت على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافه، وبدات ترتمي في احضانه وهو يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله. فلما يأست منه طرقت على الباب ونقلت الاخبار واقفين ورا يعني ورا الباب. فلما فتح الباب قالوا ها من خطب عمل ايه؟ قالت والله ما ادري أأدخلتموني على بشر ام على حجر، والله ما يدري هو أأنثى انا ام ذكر. الله اكبر، تتحطم الشهوه على صخره من صخور الايمان القويه بفضل الله سبحانه وتعالى. في الاخر ملك الروم قال لهم طب خلاص حطوه في زنزانه ودخلوا عليه خمره ولحم خنزير وسيبوه 3 ايام لعل وعسى يعمل اي حاجه بس ترضينا يعني وترضي غرورنا. فدخل عليه بعد 3 ايام وقد انثنى عنقه وكاد ان يموت. فقال له ملك الروم ما الذي حملك على ألا تأكل؟ كدت أن تموت. قال أما إن الضرورة، اسمع وركز معايا في الكلمة دي بالله عليك، قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. اسمع الكلام يا غالي، اسمع الكلام أخوي وحبيبي، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أخوي وحبيبي اللي التزم وانتكس، أنت كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام. أختي اللي لبست حجاب ورجعت قلعت حجابها، أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. اللي بيبقوا أخلاقهم صعبة جدا وبيتعاملوا مع الناس أسوأ معاملة، هم ظاهرهم الالتزام، انتوا كده بتشمتوا أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. فإذا بملك الروم ينظر إليه ويرى أنه أمام شخصية لا ينبغي أن تقتل أبدا، فإذا به يقول له إذن افعل شيئا حتى ترضيني. قال ما هو؟ قال تقبل رأسي وأطلق سراحك. لكن هم مش عايشين لنفسهم. قال أقبل رأسك على أن تطلق سراحي وسراح كل إخواني. قال أجل هذا لك. فقبل رأس ملك الروم وأطلق له سراح إخوانه أجمعين. فلما قدموا على المدينة لقياهم عمر بن الخطاب وقد علم الخبر، فقام وقبل رأس عبد الله بن حذافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. ليه حق يكون لي قصر في كوكب المراقبة ولا أكيد أكيد نفسك تسكن جنبه؟ طب تعالى نشوف مين اللي ساكن قدامه.
الله أكبر، قصر مين ده؟ الربيع بن خسيم. الربيع بن خسيم ده من خيرة التابعين، عارف حضرتك قصته؟ الربيع بن خسيم كان رجل عابد، كان سيدنا ابن مسعود اللي هو أستاذه، ابن مسعود أستاذ الربيع بن خسيم، الربيع بن خسيم تلميذه، كان يقول للربيع بن خسيم: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك، وفي رواية: لو رآك رسول الله لأحبك. الله الله الله، يا ترى النبي لو شافنا هيحبنا؟ يا ترى النبي لما هيقابلنا على الحوض هيفرح بينا واحنا على الحوض؟ يا ترى احنا عملنا حاجة تشرفنا قدام النبي وتبيض وجوهنا امام النبي لما نقف قدامه نقول له: يا رسول الله بذلنا لدينك وبذلنا لسنتك وعملنا وقدمنا وخدمنا الدين علشان نبقى في يوم القيامة بنشرب من ايدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول لربيع بن حسين، بيقول له: لو رآك رسول الله لأحبك. الله، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان الربيع بن خسيم كان يقابله أحد إخوانه ويقول له: والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. الربيع بن خسيم جه جماعة كده من الفجار أرادوا إن هم يفتنوا الربيع بن خسيم، وأنت عارف إن في بعض الناس عياذا بالله مش عايزين يشوفوا أهل الصلاح أبدا، مش عايزين يشوفوا ناس نضاف، ناس كويسين، ناس مؤمنين، ناس أتقياء، مش عايزين يشوفوا الصنف ده يبقى موجود في المجتمعات. فإذا بهم يتواصون على الربيع بن خسيم أن تفتنه امرأة. راحوا لامرأة بغية تتاجر بعرضها، قالوا لها: هذا 1000 دينار، خدي 1000 دينار. قالت لهم: علامة ثمنهم إيه؟ يعني مقابل إيه؟ قالوا: على قبلة واحدة من الربيع بن خسيم. فقالت لهم: ولكم فوق ذلك أن يزني، عياذا بالله. فذهبت وتعرضت لربيع بن خسيم في خلوته، فقام إليها وهو يصرخ ويقول: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين. أم كيف بك يا أمة الله يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يا أمة الله يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك يا أمة الله يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة عابدة تائبة راجعة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق: أردنا أن تفسد الربيع بن خسيم فأفسدها الربيع علينا. الله أكبر، ده الربيع بن خسيم ليه حق يكون ليه قصر في كوكب المراقبة؟ طبعا ليه حق إن شاء الله. تعالوا نشوف قصر تاني، مقصر قصور كتيرة جدا جدا. أنا بحاول أنتقي، أنا داخل بستان جميل بحاول أنقي من كل بستان زهرة، بحاول أنقي زهرتين ثلاثة لأن مش هنقدر نذكر كل البستان الجميل اللي موجود دوت. تعالوا نشوف مين تاني موجود في القصر ده أو في الكوكب دوت. قصر رجل اسمه المبارك. المبارك ده مين؟ المبارك ده، المبارك دوت كان رجل عبد، عبد عند رجل غني. الرجل الغني ده كان عنده بساتين ومزارع وحاجات جميلة قوي. في يوم من الأيام أمر المبارك ده، قال له: روح البساتين بتاعت اللي في المكان الفلاني واحرسها. قال له: حاضر. راح قعد في البساتين دي حوالي 4 شهور. بعد 4 شهور صاحب البستان راح البستان هو ومجموعة من الضيوف بتوعه، زمايله حبايبه. فلما وصل قال: يا مبارك ائتني ببعض الرمان وببعض العنب. فجاب له رمان طعم وحش قوي، وجاب له عنب مش مستوي. فقال: يا مبارك، ألا تعلم الحلو من الحامض؟ أنت يعني قاعد في البستان بقالك 4 شهور، ما أنتش عارف تجيب لنا عنب حلو كده مستوي ورمان حلو مستوي؟ قال: يا سيدي، والله ما أرسلتني لآكله، وإنما أرسلتني لأحفظه. فقال له سيده: يعني عايز تقنعني إن أنت بقالك 4 شهور ما ذقت شيئا من البستان؟ قال: والله ما ذقت شيئا من البستان. فحب يتأكد، فراح سأل جيرانه، قال لهم: الراجل ده اللي شغال عندي ما بدأش حاجة؟ قال له: أبدا، عمرنا ما شفناه بياكل حاجة من البستان أبدا. فعرف أنه قدام إنسان فعلا تقي. فقال له: يا مبارك، أريد أن أستشيرك في أمر عجيب. قال: ما هو؟ قال: تعلم يا مبارك أنني لا أمتلك من الدنيا إلا ابنة واحدة، وعندي أموال كذا وكذا وبساتين وقصور، فقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم، فيا ترى لمن أزوجها؟ فقال: يا سيدي، إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الخلق والدين، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال: أنا خلف النبي وأصحابي، ووالله لن أزوج ابنتي إلا من رجل تقي خلوق، ووالله ما وجدت إنسانا على وجه الأرض في تقواك وخشيتك وخلقك يا فلان يا مبارك فقد
أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. انظر، الله أكبر، انظر، عف عن رمانة أو علبة واحدة فساق الله إليه البساتين وصاحبة البساتين، تزوجها المبارك وعاش معها أجمل حياة. وثم كانت الثمرة الجميلة التي خرجت من هذا الزواج المبارك أن أنجبت له عبد الله ابن المبارك شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا فقها وعلما، رحمه الله رحمة واسعة. ودي كانت ثمرة من ثمرات المراقبة، عشان كده كان ليه حق المبارك أن يكون ليه قصر في كوكب المراقبة. طب تخيل بقى حاجة أجمل من ده كله، تخيل يعني عشان ما يقولوش بقى أموال فين حظ النساء، يعني ما كل اللي موجودين في الكوكب دول رجالة وبس، لا طبعا النساء الله أكبر، ده النساء نصف المجتمع وثالث لنا النصف الآخر، فهي المجتمع كله. تعال نشوف واحدة كان ليها قصر جميل جدا جدا في كوكب المراقبة. مين ديت؟ ابنة بائعة اللبن. فاكر حضرتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما في يوم من الأيام طلع قانون نهى عمر بن الخطاب عن مزق اللبن بالماء، أي عن مزج اللبن بالماء. فإذا به يعني هو أصدر قانون وابتدى إيه يتابع القانون رضي الله عنه وارضاه. فمعدي قدام بيت من البيوت فسمع امرأة بتنادي على ابنتها بتقول لها هيا يا ابنتي ائتيني بالماء كي نمزق اللبن. فقالت يا أمه أما نهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت وما يدري أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه. فقالت الابنة المباركة يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فأعجب عمر بن الخطاب بكلمات هذه الفتاة المباركة التقية النقية المراقبة لرب البرية جل وعلا، وراح لولاده لعاصم وعبد الله وقال لهم لابد أن يتزوجها رجل منكم، والله لو كان لي رغبة في الزواج لتزوجتها أنا. فقام عاصم بن عمر وذهب وتزوجها، فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم. ليلى وأم عاصم كبرت بعد ذلك وتزوجت من عبد العزيز ابن مروان اللي هو حاكم مصر في هذا الوقت. عبد العزيز ابن مروان لما تزوج ليلى أنجبت له ابنا مباركا هو الخليفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز الذي كانت جدته هي ابنة بائعة اللبن. يعني فكان لها هذا القصر الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى في كوكب المراقبة. لكن كان أجمل قصر وأعظم قصر، وهنقول الكلام ده في كل مرة وكل رحلة نركب فيها سفينة الفضاء ونطلع أي كوكب، هيكون أجمل قصر موجود في أي كوكب هو قصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخشى الناس لله وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أن الأمة تتعلم هذا الخلق الكريم كان يحدث الأمة ويعلم الأمة كيف يتعلمون هذا الخلق الجليل الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن اتق الله حيثما كنت. مراقبة، اتق الله وانت في بيتك برا بيتك وانت قدام الناس وانت بعيد عن الناس وانت في أي وقت في أي زمان في أي مكان اتق الله حيثما كنت. طب وقعت في ذنب وما فيش حد معصوم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خد بالك بقى، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد حسن ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. الحاجة اللي انت تكره ان الناس يشوفوك وانت بتعملها لما تخلو بينك وبين ربنا اوعى تعملها، اوعى تعملها. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ابن الجوزي في العلل بسند صحيح كما في صحيح جامع برقم 6018 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ليه أخوي وحبيبي؟ لأن هيجي أيام أو هيجي يوم جوارحك هتشهد عليك، اللي هتعمله في السر هيبان وهيظهر يوم تبلى السرائر، كل الأسرار وكل السرائر هتبلى، وكل حاجة أنت عملتها وأخفيتها عن أعين الناس هتبان يوم القيامة، يوم ما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ووضع الكتاب
ووضع الكتاب سبحان الله، يعني يوم القيامة لما يوضع الكتاب يوم القيامة فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أخوي وحبيبي النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي عن واحد يوم القيامة هيجي رجل عجيب جدا، حديث رواه مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في واحد هيجي يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى يعني هأمر الملائكة إن تعرض عليه الصحف بتاعته، فيقول يا ربي ألم تجر نفسك، شوف العبد جريء جدا على ربنا بيقول له يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما، يقول بلى، يقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا ما حدش يشهد علي لا ملك ولا إنس ولا جن ولا أي حد، أنا اللي أشهد على نفسي، فيقول لك ذلك فيختم على فيه على فمي ويخلى بين جوارحه أن تنطق، فتقول يده أنا فعلت كذا، وتقول عينه أنا نظرت إلى الحرام، وتقول أذنه أنا استمعت إلى الحرام، وتقول رجله أنا مشيت إلى الحرام، ويقول فرجه وأنا فعلت الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل. حديث المرعب اللي النبي عليه السلام قاله حاجة عجيبة جدا، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، إن النبي قال إيه؟ قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، خد بالك، أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يا الله سلم يا رب، تخيل واحد عامل حسنات قد الجبال وجاي شافها يوم القيامة فرح جدا، الله أكبر كل دي حسنات بتاعتي، ومرة واحدة كانت هباء منثورا. فزع الصحابة طبعا ليهم حق يفزعوا، قالوا أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الله أكبر، هو قدام الناس ما شاء الله العابد الزاهد التقي الورع ما شاء الله، وتلاقي السمت بتاعه، لكن بينه وبين ربنا مجرد ما يقفل البيبان والشبابيك عياذا بالله يبارز ربنا بالذنوب والمعاصي، يجي يوم القيامة حسنات قد الجبال كلها هباء منثورا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ولذلك علمنا النبي ان احنا نكون مراقبين لله، شوف علمنا من خلال حديث جميل قوي جمع فيه سبع اصناف، الاصناف كلها بعيده عن بعضها لكن في تاليف ما بينهم من حيث ان كلهم اشتركوا في صفه واحده، صفه المراقبه والخشيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعه يظلهم الله في ظله، الله، يوم لا ظل الا ظله. اول واحد إمام عادل، مين اللي بيجبره على العدل؟ ما فيش حاجة سوى إنه بيخاف ربنا، بيراقب ربنا، بيحب ربنا، لأن الإمام العادل لو حب يكون ظالم هيبقى ظالم ومحدش يقول له أنت بتعمل إيه، لكنه عادل لأنه بيحب ربنا وعارف إن ربنا مطلع عليه. شاب نشأ في عبادة الله، الله، شاب قضى حياته كلها كان عنده شهوة يقدر يقضيها في الحرام، وكان عنده قوة يقدر يفتري على الناس، وكان عنده لكن هو عارف إن ربنا مطلع عليه. وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد، الله، يخرج من المسجد بعد ما يصلي قلبه متعلق، قلبه يفضل موجوع لحد ما يجي ميعاد الصلاة اللي بعدها فيرجع يخش بيت ربنا مرة تانية. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله، ما فيش ما بينهم مصالح، ما بيقدمش السبت عشان يلاقي الحد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب وجمال يعني تقدر انها تفتنه بكل الطرق لو بالعافية حتى تفتنه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، شوف المبالغة الجميلة دي، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخوي وحبيبي نفسك اتفتحت ان انت تراقب ربنا، ان انت تخلص النية لله، ان انت يكون عندك خوف من ربنا. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر واخفى، الله يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل جلاله، اوعى
اوعى في يوم من الايام تبارز ربنا بذنوب والمعاصي، اوعى تظهر للناس شيء وانت من جواك شيء تاني خالص، حس وتعلم ان ربنا مطلع عليك. هقول لك حاجه جميله قوي، واحنا في امريكا دخلت سوبر ماركت كبير جدا، فجاه لقيت بتاع الامن السكيورتي اللي بره بينادي عليا بيقول لي لوك ات ذيس، بص على ده. فبصيت فلقيت واحد واقفين مصوروه اعزكم الله ماسك مش عارف علبه سمنه ولا علبه حاجه كده يعني بسيطه كده، وبيصوروه ليه؟ علشان سرق ومرضيش يحاسب وطلع من باب تاني علشان ما يحاسبش، فظبطوه من خلال كاميرات محطوطه في كل مكان في السوبر ماركت ده، فوقفوه يصوروه وبعد كده يسلموه في اسم الشرطه والصوره تتعلق في المحل ويقول لك تعرف على اكبر لصوص في نيويورك. فكان ضمنهم هذا الرجل، خد بالك. فقلت سبحان الله، انتوا بتقولوا ان المجتمعات دي مجتمعات امانه، الناس دولت امناء لان هم عارفين ان الامانه هتجيب فلوس، انما الامانه لو ما تجيبش فلوس بالنسبه له عمره ما هيكون امين. والدليل على كده ان لما الكهرباء انقطعت في نيويورك نص ساعه اتسرق 200 محل في نيويورك في نص ساعه، يعني لو استمرت الكهرباء وقطعوا 6 ساعات كانوا دخل القاهره، يعني خد بالك المساله عامله ازاي. اذا المساله بالنسبه لهم ما هياش امانه، لا هم امناء غصب عنهم. كل محلات امريكا واوروبا كلها محطوط فيها كاميرات مراقبه لكل واحد بيشتري ولو قلم، ولو قلم واحد بس كده الكل مراقب، عشان كده خايفين. طب لله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حس بالمعنى ده بقى، حس بمعنى ان انت عايش في كون فيه كاميرات مطلع عليك اعظم من كاميرات البشر، في عين الله تراك، الله مطلع عليك. عفوا انا مش بشبه بهذه الكاميرات، لكن بقول حس بالمعنى الجليل دوت، ان انت لو خايف من كاميرات الدنيا خاف، خاف اكتر من نظر المولى عز وجل اليك. شوف الراجل بينصح ابنه الاندلس، بينصح ابنه بيقول له، بيقول له واذا خلوت بريبه، حاجه غلط هتعملها، في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان، النفس الطبعات تدعو الى الطغيان. شوف قال له ايه؟ قال له فاستحي من نظر الاله وقل لها، يعني قل لنفسك ان الذي خلق الظلام يراني، ده هو اللي خلق الظلمه سبحانه، الظلمه سبحانه وتعالى. ازاي ان انت فاكر ان انت لما تخش في حته ظلمه هتتدار عنه؟ ده هو اللي خلق الظلمه سبحانه وتعالى. اخويا حبيبي محتاجين ان احنا نستحضر الخلق ده. كان احد الصالحين لما يعوز يعلم ابن اخته كان يقول له دايما قبل ان تنام قل وكرر هذه الكلمه، الله ناظري، الله مطلع علي، الله ناظري، الله مطلع عليه. لو كل واحد فينا فعلا حس بمراقبة ربنا، مفيش موظف هيرتشي، مفيش طالب هيغش، مفيش واحد هيخدع الناس، مفيش واحد هيرائي، مفيش واحد هيكذب على الناس، مفيش واحد هيدعي ان هو في صورة معينة من الأخلاقيات او من الزهد او كذا او الورع وهو بخلاف ذلك. الكل هيتقي ربنا، الكل هيعامل ربنا احسن معاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، يكون عنده تقوى وورع بفضل الله. حال الوقت جري معاكم بسرعة، جزاكم الله خيرا حسن استماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني.